ما ستسمعونه ليس مجرد قصه غريبه او من محض الخيال انما هي قصه حقيقيه مخيفه حيرت كل من سمعها وسميت باللغز المرعب الذي لم يسمع احد مثله ابدا انها قصه اغرب لغز وجد على الفيسبوك لامراه استطاعت ان تبث الرعب في قلب العالم اجمع فما حكايه هذه المراه وما قصتها الغريبه في عام 2019 لفت انتباه أحد الأشخاص الذي كان يتصفح عشوائيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حساب امرأة غريب للغاية. كان حساب المرأة باسم "أوريتشيف" وكانت قد نشرت منشورًا غريبًا نصف كلامه كان باللغة الإنجليزية والنصف الاخر كان بلغه غريبه قرر الرجل الذي ظهر امامه منشور اوري بمحض الصدفه ان يترجم المنشور من خلال جوجل ويفهم ما الذي تقول هذه المراه خصوصا ان الكلام كان غريبا للغايه وغير مترابط او مفهوم كانت اوري تتحدث في منشور عام عن زوجها وكيف انها تود ان تتخلص منه وان تراه مفارقا للحياه قد يبدو الكلام تعبيرا عن غضب امراه من زوجها افرغت ما بعقلها في منشور عام على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي لكن الامر تعدى اكثر من ذلك حيث كتبت بالتفصيل الطريقه التي تريد ان ترى حياه زوجها منتهيه بها وكان امرا غير طبيعي انتاب الشخص الفضول لكي يدخل إلى صفحة أوري الشخصية ولم يجد بها أي منشورات أخرى أو صور شخصية لها عدا صورة واحدة بخلفية بيضاء وفقط لديها ثلاثون صديقا لكن جميعهم يضعون نفس صورتها الشخصية فكان هذا أمرا غريبا للغاية تظن أن ذلك غريبا لكن القادم أغرب عندما قام الرجل بالدخول إلى كل صديق من أصدقاء أوري، وجد أنه لديه مجموعة من الأصدقاء يضعون أيضًا صورة أوري نفس الصورة الشخصية. ظل الرجل يبحث وراء تلك الحسابات التي جميعها تحمل نفس الصورة، فاكتشف أنها لامرأة واحدة فقط، واستطاع أن يصل إلى حسابها الحقيقي. لكن عندما دخل حسابها لم يعجبه ما راى فمعظمه كان صورا غير لائقه تدل على ان هذه الشخصيه غير طبيعيه انتابه الفضول اكثر واكثر وقرر مراسلتها وسؤالها عن كل تلك الحسابات الغريبه ردت صاحبه الحساب على سؤال الرجل بانها تقوم بانشاء اكثر من حساب باسمها لأنها تحب أن تقوم باستخدام الفيسبوك كثيراً من أجل الألعاب الإلكترونية، وأنها تنسى الأرقام السرية لحساباتها فدائماً تنشئ حساباً جديداً، لكن الرجل لم يقتنع ونشر كل تلك القصة على واحد من المواقع، وبدأ الناس يدخلون يفتشون وراء أوري وحساباتها الغريبة، فاكتشفوا أنها من الفلبين وأن اسمها مارغريت وأنها بالفعل متزوجة من شخص يدعى روس وظلوا يتابعونها حتى نشرت هذه الصورة العجيبة نشرت أوري صورة مخيفة لامرأة وكتبت منشورا حكت فيه أن هذه المرأة كانت صديقة والدها وأنها كانت عارضة أزياء جميلة للغاية تدعى دافني وأنها تعرضت لحادث فتغيرت ملامحها تماما حتى بعد أن حاولت استعادة جمالها السابق بعمليات تجميل وفشلت وأنها أنهت حياتها بسبب عدم تقبلها للأمر الواقع. شرحت مارجريت التفاصيل الغريبة للحادث والتي من الصعب أن يحكيها أب لصغيرة عمرها ثمانية سنوات وهذا ما كتبت مارغريت انه وقت حدوث تلك القصه وحكت تفاصيل مزعجه عن وفاه المراه لكن الغريب انها قالت ان تلك المراه منذ ذلك الحين تطاردها حتى الان وان كل من راى ذلك المنشور او قرا حكايه دافني ستطارده مثلما حدث معها شعر كل من قرا المنشور بعدم الارتياح لكلام مارغريت لتتوالى مفاجات القصه بعد ذلك انتظرونا في الجزء الثاني